اي اثنين بيحبوا بعضهم بعد 20 30 سنه زواج بيقولوا يا الله شو بيشبهوا بعضهم. هذه بمجتمعنا احنا واردي، يا الله شو بيشبهوا بعضهم. ايه طب ما انت لا توصل لمرحله تشبه المسيح وبالتالي تتماهى معه مع فرق المسافه، ولكن هو اعطانا جسده. لا تقدر تتماهى، بدك هالقد من الحب وهالقد من اللحمه، هالقد من العلاقه الصميميه، هالقد من العلاقه الحميميه، هالقد من العلاقه الجسديه يلي فيها ما بتقدر في وقت من الاوقات تنسى انه في جواتك هذا المسيح مش بعيد عنك، والمسيح بالنسبه لك شويه قيم على شويه اخلاق على شويه تعاليم على شويه ناموس على شويه ممارسات على شويه طقوس، ما هيك ابدا. هي هذه اللحمه الهائله يلي بتخليك لما تتطلع على جسدك بتخاف تدنسه، لانه في جسد المسيح. تتطلع على جواتك بدمك بتخاف يمشي فيك دم فاسد، لانه دم المسيح ماشي فيك. ولذلك سر الافخارستيه او سر المناوله الالهيه في كنيستنا هو عمق الحياه الزوجيه الخضريه ما بين ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح وعروسه أنا وأنتِ.